شوف مجيين. شنو هذول مجيين؟ اصبري اصبري هنا اصبري. وا صاحبي شنو لا تتحوس واش راك تحوس؟ تو شنو دير هنا صاحبي؟ كنت مريح مع الطفله سمو لينا جماعه ولا مش خاص هذا الحكي العدد تاعك كانوا بين ربعه. اسمع اه اسمع اه شكون يا حكام؟ اسمع يا بزرب عيط لي جوندام دوكي ودو السلام عليكم جدرمية تفضل كريساونا كريساونا وين؟ في حربيل و أنا على المقتدات المهمة بتاريخ 23 فبراير 2017 تلقت قاعة العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المدية مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 تفيد المكالمة بتعرض فتاة ومرافقها للاختطاف والاعتداء من قبل أشخاص مجهول الهوية. دوكي ولا مراحو مراحو امشي امشي بزرب عيط لي جوندام دوكي ولا صبري ها صبري الاختطاف تم اليوم صباحا على مستوى الطريق الرابط بين بلدية حربيل وحناشة. داخل الوطن المدية. ألو السلام عليكم. جدرمية. تفضل. كريساونا كريساونا. وين؟ في حربيل وحناشة. حربيل وحناشة. نعم راك؟ هاني أنا وطفلة. بقى في المكان تاعك وما تحركش، اتصل دوك نوجهوا لك دورية. ومن طول دك تصل بيك الطاقة المحلية. خلاص يعطيك الصحة. أهلاً. احترامة المساعد. ولك الاحترام. لقينا مكالمة عبر الرقم الأخضر مفادها تعرض مواطن لاعتداء بسلعة أبيض. وين المكان بالضبط؟ بين بلدية حربيل وبلدية حناشة. المعتدين هذو شحال المجموعة حوالي من 4 ل 5 أشخاص. شرطة احترامة المساعد. ولك الاحترام. على إثرها تم إخطار قائد الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بالمعلومات المتحصل عليها بناء على تصريحات المبلغ. الو كرمت لي حضرات فضل المساعد حضرات لقينا مكالمه هاتفيه من مركز العمليات مفادها تعرض احد المواطنين وفقت مرافقته لاعتداء بواسطه سلاح ابيض. وين بلاصه؟ باقليم الاختصاص. العدد يتراوح العدد تاعهم ما بين 4 الى 5. في لقاءات العمليات بالمجموعه اختار السيد وكيل الجمهوريه. مفهوم حضرتك. اتصل بفصيله الخليه التقنيه والعلميه بالمجموعه. مفهوم. اتصل بقائد فصيله الامن والتدخل يطالب دوريه كدعم وشكل دوريه وتنقل الى عين المكان وبلغني بالمستجدات في حينها. احترامات ربي يعاونكم. تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحربيل مكالمة هاتفية من المجموعة من مركز العملية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية مفادها اتصال شخص من طريق الرقم الأخضر تفيد تعرضه لاعتداء من طرف أشخاص مش مجهولي الهوية والعدد. على الفور تم الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية وتم تشكيل دورية مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل للتنقل إلى مسرح الجريمة وهذا لقصد القيام بالمعاينات الأولية. حضر الأفراد عندنا تدخل حضر الأفراد. مباشرة بعدها شكلت دورية تابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية.
تأليه ساعد تعليمات تأليه عندنا قضية اعتداء لوسيطة سلاح أبيض ضد شخصين بإقليم الفرقة، ولهذا المطلوب التنقل واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية. ساعد مركبات صعد. أنا أعلمك بداية المهمة. انطلق. تنقلت الدورية إلى مسرح الجريمة من أجل البدء بالتحريات الميدانية. السلام عليكم. اتصلت بنا عبر الرقم الأخضر. إيه أنا هو. 1055. واش عندك؟ كنا قاعدين هنيكا عند شجرة الفوطة. تصدموا لينا جماعة. واحد كان لابس شحال هما شحال من واحد هما؟ كانوا أربعة ولا خمسة؟ أربعة. كانوا أربعة. واحد فيهم كان لابس شاشة كحل. في وتشو لابس كومبينيزا. أووو الاتجاه هربة تاع مين هربوا؟ مين هربوا؟ راحوا منا من ذي الجهة. شوف هذا عم مسان. شوف عيلي ربع حراسة. ربع أفراد. الحراسة منا شوف عطيني ربعة منا يديروا إحاطة الباقية تبعوني نفتشوا شو نفتشوا المكان داكور أي شاف اطلع لفوق شاف وقف هنا شاف كيف كيف اطلع لفوق ربيع حين وصول عناصر الدرك الوطني فرقة حربيل إلى مكان وقوع الاختطاف تم إحاطة مسرح الجريمة ووضع تشكيل أمني. حبس. من خلال البقايا اللي انا نشوفه فيها هنا بين باللي هذا هو مسرح الجريمه لها. وعلى هذا بشاره الاحاطه اللي احاطه المكان مسرح الجريمه. شوف اتصل لي فصيل الشرطه التقنيه والعلميه بالمجموعه. احنا نبداو المعاينه تاعنا الاوليه في انتظار يجونا. تم استدعاء الخلية العلمية والتقنية من أجل رفع البصمات والأدلة التي قد توصل المحققين إلى مرتكب هذه الجريمة. عندنا جريمة اعتداء على شخصين من طرف مجهولين. من خلال المعاينة الأولية لمسرح الجريمة تم العثور على بعض البقايا من شأنها أنتم في التحقيق. ما كان حتى واحد دخل مسرح الجريمة. ما كان حتى واحد اللي دخل وهاو المسلك وتفضلوا باشروا المهام تاعكم. هذا مسرح الجريمة باشروا المهام تاعكم.
بمسرح الجريمة تم رفع عدة دلائل وقرائن التي من الممكن أن تكون للفاعلين. هذا المعاينة الدقيقة لمسرح الجريمة تم على العثور على بعض أثار، منها أثار بيولوجية ومنها أثار بصمات، من أجل إرسالها المعهد لإثبات الفعل الإجرامي على المشكوك فيها. يعطيك الصحة. من هذا المنطلق تم إرسال القرائن المرفوعة لمسرح الجريمة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام بالعاصمة لإجراء الخبرة العلمية عليها. في نفس اليوم تقدم إلى مقر الفرقة كل من المدعو حسام والمدعو أمال من أجل تقييد شكوى رسمية. ناخذ أقوالك في محضر صناعة رسمي وأي معطيات ولا معلومات. تم سماع المدعوة أمال على محضر سماع رسمي. قولي لي أنت وين كنتي؟ كنت مع حسام في بلاصة اسمها حربين. حربين؟ أي حربين. قالت أمال أنها كانت رفقة حسام بمنطقة حربين. زدنا علينا أربعة. حيث تفاجأ بالاعتداء عليهما من طرف أربعة أشخاص مجهول الهوية. وداونا كل مشكلاتنا. وعرفتي عبدالي الأوصاف تاعهم؟ كاين واحد شوية نشافي عليه كان طويل ودار كاسكيطة ودار شاشك لبس شاشك حل. كشفت الضحية لرجال الدرك الوطني عن ملامح ومواصفات المعتدين. النوار ولبس طويل، هذاك لبس كومبينيزون في القلب. كومبينيزون في القلب؟ ايه. ربيع زيد في المعلومة تحت. نشافيها. شو القضية راهي على مستوى الفرقة ودوك نديرو الإجراءات اللازمة باش نوصلهم باش نحكمو الفاعل. إن شاء الله. احكي لنا دوك الواقع تاع الاعتداء كيف صرات. كنت مريح مع الطفله، زدموا لينا جماعه بالمواس وسيوفه كتفوني وضربوني. خلال محاضر سماع اقوال حسام كشف لرجال الدرك ان افراد العصابه قاموا باختطافه رفقه الفتاه تحت طائل التهديد بالسلاح الابيض، اين قاموا بتكبيرهما والاعتداء عليهما. قالوا المواصفات تاعهم؟ ايه هاني شافي على المواصفات تاعهم. في الاول جازوا لي زوج بالموطو ما دولوا بالربعة، واحد فيهم كان طويل لابس كومبينيزو ودير شاشة على وجهه كحل، الآخر جاي شوية لابس فيستا كحلة. كشف الضحية للمحقق عن مواصفات الأشخاص المشتبه فيهم، حيث صرح حسام أن أحد الجنات كان يرتدي بدلة خاصة بأعوان الحراسة. طويل هو اللي كان قاعد من اللور والقصير هو اللي كان قاعد القدام واللي كان يسرق. وهذا الأشخاص لو كانت تشوفهم تقدر تعرف عليهم؟ ايه بيسر نقدر نتعرف عليهم، ليش فعلهم مليح. التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الوطني لا زالت متواصلة. الدركيون كلهم جدية، صرامة وانضباط لفك ملابسات وغموض القضية. التحقيقات المعمقة لمصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحربين أسفرت عن تحديد هوية أحد أفراد العصابة، يتعلق الأمر بالمدعو زكريا. قائد كتيبة الدرك
وبعد إبلاغه بمستجدات التحقيق عقد اجتماعا طارئا مع مصالحه لتوقيف الفاعل بأسرع وقت ممكن. عندنا قضية اعتداء على مواطنين بواسطة السلاح الأبيض متبوع بالسرقة، وعليه من خلال تحريات وتفعيل عنصر الاستعلام من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني توصلت وأفضت إلى تحديد أحد المشتبه فيهم في هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بالمسمى زكريا. بالعلم أن هذا الشخص مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا وهذا النوع من الجرائم، وعليه على قائد الفرقة تشكيل دورية من الوسائل العضوية للفرقة مدعمة بأفراد ومركبات من فصيلة الأمن والتدخل، وعليه أخذ جميع الاحتياطات الأمنية أثناء التنقل إلى عين المكان بقصد توقيف المشتبه فيه. من خلال المعلومات المستقاة المتوصل إليها يمكن أن هذا المشتبه أن يتعاطف معه سكان الحي، وعليه على جميع التحلي باليقظة والحذر والتعامل مع الموقف باحترافية. اللي عنده استفسار يتفضل. مهمة واضحة ومفهومة. تفضلوا. على إثرها تنقلت عناصر الدرك الوطني على جناح السرعة لتوقيف. المشتبه فيه مهار لك انت طار هذيك المهجورة جيب جناك يلا بسم الله هم طيب شاف تروح دي جروب تاعك وروح قوتي دروات بوكلي حالة من الفوق تربية تربية بيس وانتو ما روحوا معي انا هاي هوب في تلك الأثناء كان زكريا رفقة شريكه مروان يتبادلان أطراف الخط. ويا حق خوض وقم ديروا الخطر مجمع وراء الله معنا بلي أيضا إسلام مقبيل أقل لي وقلع وقلع الباب جيت وقع وديجي أشعر أشعر أعيش ضربت لي في كاروت كيف مراسك صمو قلت لي والو إيه بس أحوش ربنا عليها والو صاحبي الله في حال بيلا لكن حطوا لها في سقاف ونفطروا ديروا دارك من البارح وجابوا من الحانوت تاع الخرجة هذا كي تحتها اوه يلا تفي وربيعة يا اختي يا اختي لا لا ما هذا كي تجيب سلعة شباب. بعد وضع خطة محكمة من قبل رجال الدرك الوطني تمت مداهمة المكان. ديك النهار كريشت على الاستاذيني عنده الاسلام وعيط لك واش اسلام انا كما العادة لا لا مشي في الغابة منا في الحوش شخصي شخصي يقول له قالك مروان جبت لي واش وصيتك اسمع مروان قالك جبت لي الامانة يا صح هي انا ثم ما طولوش صح اوكي وين في هواقي هو هذا الشاشة
الهاتف المشتبه فيهما بكل احترافية، حيث تم اصطحابهما لمقر الفرقة للتحقيق معهما. من خلال التعمق في التحريات والتحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات توصلت مصالحنا إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ويتعلق بالمدعو زكريا، ومن خلال وضع خطة محكمة تمكنت الفرقة من توقيف المدعو زكريا رفقة شريكه الثاني. زكريا على بالك أنا وقفناك اليوم على بالك الواش؟ ما على باليش. وقفناك المشتبه فيك. خلال التحقيق مع المدعو زكريا أنكر جميع الأفعال المنسوبة إليه. ماشي أنا، وين هذا؟ البارح العشية والاعتداء كان متبوع بالسرقة. البارح أنا ما كنتش هنا. وين كنت البارح؟ في سونترافيل. شنو سونترافيل؟ في المدية. في المدية، البارح العشية واش كنت لابس تاك؟ كنت لابس نورمال. كون نعطيك البارح أنا نعطيك فوتو تاعك البارح هنا عندنا لابس الكومبينيزون هذه. إن شاء الله. البارح العشية. بلا موتو. اللي وقع بها الاعتداء على الضحيتين. إن شاء الله. إنكار هذا، الإنكار هذا ما يخدمكش زكريا. بعد مواجهة المشتبه فيه بالأدلة العلمية والمادية تراجع عن تصريحاته السابقة واعترف بارتكابه للجريمة. إيه أنا حضرت، أحكي لك بصحة وأنا حضرت. ما تفضل أحكي. أنا واحد صاحبي بالموضة. أنا مش من بعدنا. لا عالم تخافيش، ديجا هنايا بلاصة شابة. دي فوا يجو هنا لي فامي في الويكاند وكي شايفها كيفاش. تما مليحة نورمال. وين رانا رايحين؟ ايه انا رايحين غير هنايا. وين ريحو؟ ريحو غير هنايا عند السجرة هذيك شتيها؟ ليش شابة شوفي كش دايرة. الحالة مربعة حالة. ايه فور. الجورة هو شباب. بتاريخ 23 فيفري 2017 كان حسام رفقة امان يتنزهان في منطقة حربي. خلاص نريحوا لهيك. اصبر اصبر. يا ريحي. اها وكيفاش؟ لو كان انا مفيدين ماشي خير. ايه صح بصح اكيد تعرفي ما كاش خدمة ما كان والو تما مازال الحال. مازال الحال شحال عندي انا وياك. ايه بصح انا واش ندير، مكتوب ربي هذا هو المكتوب. عباني بني مكتوب بصح لوين انت؟ ايه او جاي واحد ما تبرونشي له كاع شغل ما كاش نورمال. في تلك الاثناء كان زكريا رفقة شريكه مروان مارين بالدراجة النارية. علاش هم جايين منا؟ ايه نورمال ما كاين والو. جالسين على ديك البلاصة كيلهم قاعدين عند السجرة. صار علي خويا طفشي على انا كاش نهار شريت حاجة وما حلتهاش. اه يا صاحبي اين هذي؟ اوه جو جو اتفق زكريا مع مروان على الاتصال بشريكيهما رياض وإسلام لتنفيذ عملية الاعتداء على فريستهما. واش لي كيف؟ صباح انت؟ صباح واش إسلام؟ ما بنتش البارح. من كتب واش اشرف؟ عين البارح. انت من صباح ملي عيطت لك يا خويا انت مطونديني هنايا. الله غالب. ها عيطت لك البارح انا قلت لي فطافي.
أنا شديته البارح. أيوه. معك فارغ شغلنا مش قادر نسوق نبيع التليفون دورته البارح ترونسبور. مزيد شاد غير في التليفون وسوقه. قول له. صاحبي الله في رايح نرتاح تحت برك. وش كاية؟ زوج خرفانهم عند السجرة. يا يم. والله نوض. أيوه. كاينة حاجة لازم نطيحوا عليهم ما كاش الزغدة. هكذا أخوك. أيوه. أكون موجودين. جات الخبزة أخوك. هم عند السجرة هنا لتحت لازم نقسموا لهم زوج منا وزوج خو أنا نبراضي من هيك وتعاود هبط من الموقع. اتفقت الجماعة على التوجه نحو الفتاة ومرافقها بغرض السرقة. هاي مش عدي موطو خليها هنا رياض ايش ليه تحطو لهم منا وحنا نحطو لهم منا شدوهم شوية بالهدرة وطيحوا مورال. طيب شي اخو هاي اخو صاحبي تليفون دراهم خاتم ديجا انت راك دير على هضرة الناس بزاف على بالك بلي انا وليت فاميليا ياك هذه الاولى دوزيامون عاد قولي انا خدام وحدي حابك تلفتي لي الهضره هكا تما هكذاك تقول انا موسوسه لا لا ماشي هكاك انا دوكا ماذا بيا يكون عندي دار يكون عندي ولاد صغار هكا نلعب معاهم صح لا غالب على بالك بلي ما كاش لا هكذا يتسمى انا موسوسه صاحبي دوك نطيح عليهم غطي وجهك غطي وجهك فاهم خوف يصحى دوكا كيفاش انا واش حبيتيني ندير لك انا دوك ما باليش بين لي بلي ما كاش منها وبعد سيبارينا رياض واسلام داو الطفلة وانا ومروان قعدنا مع السيد هذا شوفهم جايين تما دارهم جايين لينا صبري هنا صبري هنا اقعد ريح واش راك داير هنا صاحبي واش راك داير هنا نهضرب شنو راك تحوس تضرب ريح راك متعدي على الارض الناس وتجي تقول لي شنو مش مره اسمع لحظات قليلة أفراد العصابة يقومون بالاعتداء على حسام وينهالون عليه بالضرب المبرح أصبر يا حجار امشيوا بالعين ريح لهنا تريح انت عنده تليفون حطبه هيا لحظه قلت صاحبي قلت له هذا ما عندنا ما نديروا به ريح زيد علاش يا خويا علاش ردي لي هكا علاش ربي ما تشوفش الصوص يدينا من دراهم قلب صاحبي واش كاين في المتجر دي كلش من حناس بالعين كلمه ما تهدريهاش بالعين جاي لهنا ما كيدير حساب الواد كلش كلش مشي بالعين اصبر بالله ما زدت حل في فمك بالله تليفون هذا حطبه ما عندكش تليفون شوف وين تصب ايوه كريه خلينا نهضر مع كريه محمد كريه هنا ما كاش لي سلكه صاحبي هنا راك بين يدي سي بون كلمه ما تهضري ايوه زيتو قلب زيت قلب مليحه صاكو شاد هذا وشوفوا واش كاين شفت انا مخصيني زوجه لي تليفون واحد اخر صاحبي جيب دوك نحرقوا الصاك هذا ديجا شوف كاش دراهم شوف ديجا ما هضرش فيني بلا امشيو بالعين تعبينيش عن مورال امشيو يا حكار والله يخبرك اسمع هو اللي جابك لهنا غير تشوفي تعاقبك كيما كنتي قادك بيها بيان راكي تاكلي هذه اه
واش يا الراجل سكتي اهدى بالعيد 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 ما زيديش تحلي فمك صحدي ايه رياض روح شم اكبر شات 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 ايه ما تزغديش ما تزغديش ايه زيغة هذوك وشنو ها صاحبي انا تربح ادوها شو هذيك من هي روضي روضي صاحبي تهلا طار عليك خوك اما الفتاة فتم نقلها الى وجهة اخرى بمفردها وهناك قاموا بالاعتداء عليها جنسيا طمعنا كنا كش واحد يعيط يحاول يسعنيهم دوموندي ونشدوهم دوموندي ومن عندهم دراهم من عند موليهم مش نطلقوه صاحبي هذا كيفاش نديرو لهم ما لقيتهاش اسمع هذو تعرف كيفاش نديرو لهم ايه هذو نشدوهم ايه؟ كي حوسوا عليهم موليهم دوموندي وحزمة هكذا هيا هيا معك فيها هيا صح كان حتى واحد حوس عليهم طلقناه قلناهم ثم وطلقناه درنا بقى والله بقيت صاحبي هذورا ما حوس عليهم حتى واحد اسمع لوحوهم من هي ونفحتو اخو هذه هي نص يا جماعة راح نفحت هذه ناقص بعد مرور عدة ساعات من تعذيب المدعو حسام ومرافقته تم إخلاء سبيلهما والفرار كش ما تفتحي فمك خطر هذه جازة خطرة جاي نطير لك راسك وتا ناس وتكت بالك تحل فمك ولا تبيع كش واحد صاحبي صاحبي خلق هذه هذي مدفن عليهم ني والو هذو أسمع هذو ما كان والو ولا الرفض خطرة الأخرى هيا ديك هي الراس هيا نعم طلعوا معي اصبر 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 شو تريدوا لديك حق فيها فيها بركه تبين الليله اشوف 14 فيها فيها بركه ليله بالشباب يا اخويا بدنا النهار اليوم خوف عندنا لا بدنا ام راحوا نوفي 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 اليوم ما ندهنش الحومة ودي ما يعرفونيش راك نكسر راسك بيهم بزلك غير لا تبيهم خلاص سيبهم فريت وهذوك اللي كانوا بعد شكون هما مروان اسلام ورياض تقدر تدلنا على الاماكن تاعهم تقدر ماشي مشكل بالاعتماد على خبرة المحققين وبالاستغلال الجيد لمسرح الجريمة وبالاعتماد على تقنية مقشط سيستم وفي ظرف 24 ساعة تم توقيف جميع الجونات والمشاركين في هذه الجريمة والذين سوف يتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.